في يوم عيدها العالمي، سلامة الصالحي لم تكن مجرد سفيرة للنوايا الحسنة أو شاعرة وكاتبة، بل هي أم مربية لخمسة أولاد يحملون الكثير من المنجزات. الصالحي التي تعمل أيضا طبيبة بيطرية بالإضافة إلى موهبتها الشعرية أكدت أن عيد الأم مناسبة ليست عابرة بل حافلة بسجل من التضحيات، فهن المربيات المثابرات والحب لهن عطاء غير مشروط. وللأم العراقية الصابرة قصص امتزجت بالفقد والتضحية والغناء والنجاح، والقصة قد لا تتوقف عند هذه الأم أو تلك، فهنالك بقية. كان يوم أن أكون أم يوم سعيد جدا وجميل جدا، وفي كل ولادة أولد من جديد معهم أيضا، وأكون كملاك يعني يشعر بالسعادة ويشعر بالفرح. كل واحد منهم يشكل قطعة من قلبي ومن روحي، فعلا يعني هم فلذاتي تمشي على الأرض. ضحيت الكثير بوقتي وبصحتي وبراحتي أيضا. يجب أن يكون هناك ما يفتخرون به بعد رحيلي. أنجزت منجزات يعني 11 ديوان شعري، الكتابات المستمرة بالصحف والمجلات. هالة وفي الحديث عن والدتها كانت فخورة جدا. العيد بالنسبة لها لا يقتصر على تاريخ محدد، فكل الأيام تكون أعياد بالقرب منها، فهي أم لطفلة وتشعر بما تعانيه الأمهات في ظل ظرف غالبا ما يكون قاس بمرارة الحياة. باعتباري أني والدتي الحمد لله وياي، وأنا يعني بصراحة ما أقدر أفارقها، يعني تزوجت وهذه بس بقيت قريبة من عندها. اللي أستذكر أنا يومين، أستذكر كل إنجاز هي قدمته لنا، وكل يوم هي ضحت بي على مودنا، ضحت كلش هواية، حالها حال أمهات هواية عراقيات أو بكل العالم. وبالنسبة لي أنا كأم صراحة شعور يعني ما أعرف شلون أوصفه، لأنه بعدني ما يعني إحساس الأمومة عندي هذا مختلط، مرات أحسها أختي الصغيرة، مرات أحسها بنتي، فيعني بعدني أنا بهذا الإحساس. كلمة بحروف صغيرة وبسيطة، لكنها تضم بداخلها عالما من العطف والحنان، فتلك الكلمة أعظم من أن توصف بشيء. هي الأم، ذاك الوطن الحقيقي ما بعد كل الأوطان. مصطفى أكرم، حديث بغداد، MBC العراق.